سبت النور في كنيسة القيامة في القدس، الكنيسة الأقدس في العالم. آلاف الحجاج من أتباع التقويم الشرقي جاءوا من كل بقاع الدنيا للاحتفال هنا حيث نشأت المسيحية. يعني شعور أكيد لا يوصف، بين إحنا جايين هون، إحنا بتعرف العراق صعب يصلي هون للكنيسة القيامة، يعني شعور يعني حلم حقيقة، يعني حلم، يعني مو بسهولة جينا، يعني بصعوبة جينا قد نقدر نفوت هون. هذه الزائرة العراقية كانت من المحظوظين الذين دخلوا إلى الكنيسة، فيما لم يحالف الحظ الآلاف ممن أوقفتهم حواجز الشرطة الإسرائيلية التي نصبت حول البلدة القديمة وفي أزقتها. هذه التقييدات منع المسيحيين من الوصول إلى الكنيسة في هذا اليوم تحديدا يثير كثير من مشاعر الإحباط والغضب والحزن. لمست ذلك شخصيا 6-7 حواجز حتى وصلنا هنا إلى الكنيسة. لكن الحواجز وإن أوقفت الحجاج عن الدخول فهي لن توقف النور المنبثق من هنا، والذي سينقل إلى كافة أنحاء العالم ليضيء كنائس الدنيا بقبس من كنيسة القيامة في القدس. فطقوس سبت النور مستمرة، وحامل مفاتيح الكنيسة وختم القبر المقدس وهو من عائلة مقدسية مسلمة بدا فرحا بعودة الناس بعد عامين كانت الطقوس فيهما لرجال الدين فقط بسبب كورونا. طبعا الإجراءات هي كالآتي: بالساعة 12 يتم تفتيش مكمورة القبر المقدس ويتم وضع الختم على باب القبر المقدس، ختم عائلتي، وبعد ذلك نأتي بنيافة البطريرك ثيوفيلوس. أما مسيحيو الضفة الغربية فاكتفى معظمهم بانتظار النور المقدس في مدنهم وقراهم بسبب الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل. بعد عامين كانت تقتصر فيهما احتفالات عيد الفصح على القداس الديني فقط بسبب قيود كورونا، السنة يأتي آلاف الحجاج من حول العالم للاحتفال بالعيد هنا في القدس رغم القيود المفروضة عليهم، وهذه المرة لأسباب أمنية. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، كنيسة القيامة في القدس.